عسل 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 خرنوب بارد شباب. في الأيام الأخيرة من رمضان يبدو ليل رام الله كنهارها. مركز المدينة عادت إليه الحياة والزينة والأضواء بعد فترة حداد على أرواح من قضوا في غزة في الأيام الأولى من الشهر المبارك. اللوحة تبدو متكاملة العناصر في هذه الأمسية الصوفية. اختار المنظمون أن تقام في قلب المدينة انسجاما مع ليالي رمضان في وسط البلد. ليلة صوفية وأجواء رمضانية بوسط البلد هنا في رام الله، والدعوة عامة. الدعوة عامة للجمهور الذي جاء لضرب عصفورين بحجر واحد، التبضع للعيد والاستمتاع بجو روحاني في مسرح مفتوح بحضور شخصيات دينية تمثل النسيج الفلسطيني الحقيقي. هذه هي مدينة رام الله وهذه هي محافظة رام الله. ترين في رمضان المسيحي والمسلم، في سبت النور المسيحي والمسلم، الشخصيات الرسمية أبناء شعبنا دائما نتشارك مثل هذه اللحظات. الأمسية الصوفية نظمت في ميدان ياسر عرفات بوسط البلد، ولذلك دلالة خاصة. كافة الفعاليات الوطنية والدينية اللي بتنظمها بلدية رام الله هي بتتنظم في هذا الميدان، لأنه هو بيجمع كل الناس من كافة الأطياف. ويبقى مركز المدينة في رام الله دوما حاضرا في المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية، ويبقى الفلسطينيون متمسكين بحقهم في الحياة على هذه الأرض. من مدينة رام الله، سماح السيد، العربية.